Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita berdoa bersama untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صَدَقَ اللَّهُ